así como estaban los otros volcanes, me vi en el volcán. Así me dice que se llevó a la clave contra la cual. La volcán que debe el fondo negro, la volcán que debe el fondo negro. La volcán que debe el fondo negro. Dijo que se va a echar el tío. Y acá está bien, tenía años en su estado. Tío. La volcán que debe el fondo negro. La volcán que debe el fondo negro. La volcán طيب حاجة زي البندو زيرو أكبر من 150 فهيقول لك زيرو. طب الزيرو أكبر من 1000 لا مش هنشتغل، يقول لك زيرو وهكذا. سهلة. طب التوتال اوتو سام. طب الكريديت تعملها لنا مرة كمان ماشي. لا كيف لا ايه لقيت ايه بقى لازم انت اللي تقول له يعني امتى يظهر كريديت. الكريدت لما الكريدت يبقى اكبر. اوكي فين الكريدت؟ 400 اكبر من 600. طب وفي الحاله دي اكيد هجيب الكبير واشيل من نصه. يعني الاولانيه جريتر زين والثانيه ماين، هما الاثنين نفس الريتر. الاولانيه جريتر زين والثانيه ماين. طب لا الا لحد دلوقتي ها احنا خلصنا البالانس لعب عيال. الحته الاحترافيه بتاعتك او الميزه بتاعتك ان التراك بس كده خلص، بيتعمل حاجه اسمها المجاميع وبالارصده. هو كده انت خلصت الله ينور، بس هنزود عليه كولوم زياده. ده مش موجود في الواقع الفعلي، احنا بنزوده فين في الايه؟ في الاكسل. بقول لك ايه؟ هو الحساب الرصيد بتاعه ديبت هيظهر هنا، كريدت هيظهر هنا، الله ينور. انا عايزه بقى الديبت والكريدت يبقى فوق بعض كلهم واحد كله تحت بعض، ميبقاش فيه واحد هنا واحد هنا، يبقى الأرصدة كلها لكلهم واحد. الأرصدة كلها تبقى كلهم واحد. يعني أنت ظهرت لي الديبت في الديبت وظهرت لي الكريدت في الكريدت، الله ينور. حطهم لي بقى تحت بعض. ايه المشكلة؟ ايه برضه؟ لان انت مش بتجمع وما عندكش شروط، لا انا بقول لك حطهم تحت بعض. حطهم تحت بعض يبقى بقيت برضه. برضه ما عشان كده بقول لك هم الثلاثة مع بعض، ليه؟ بقول لك ايه؟ اختار أي واحدة فيهم. لو الدبت أكبر من الكريدت. تاني ده هات الدبت شيل منه الكريدت. اللي احنا بنتكلم عليه دوت ان انت عندك يمين يا شمال، ما عندكش اختيارات تانية. فعلشان كده فاليو ايه فولس تروح عاكس بقى. يعني انت ايه ماشي في الديبت. الديبت اكبر من كريدت، فجبت الفرق. معلش انا بتكلم وبص. لو الديبت البي اكبر من السي. في الحالة دي هات البي شيل منها السي. هي هي خالص بتاعت الديبت. بس فاليو اوف فولس الحاله العكسيه بقى. ما هو لو الحصل لو الشرط ده ما حصلش اكيد العكس هو اللي هيحصل. ولو العكس هو اللي هيحصل طب هات لي بقى الكريدت شيل منه الدبل. العكس. كده تبقى انت شغال، جت ديبت معاك اهلا وسهلا، جت كريدت معاك اهلا وسهلا، بس كلهم تحت بعض. عايزينك بس تشيل الزيرو عشان ما يشغلكش. طب انا كده مش عارفه هو ايه اللي اتوجه صح؟ الديبت اهو والكريدت اهو. الموضوع عشان كده قلت لك احنا كده الله ينور. الموضوع التاني انا جايبه ده عشان حاجه تانيه لسه هخش عليها، ان هم كلهم يبقوا تحت بعض. لكن انا عايز اعرف الديبت والكريدت. طب ما هو قدام عيني ايه؟ الديبت اهو والكريدت اهو. هو احنا هنا عملنا ايه؟ جبنا كل الديبت اهو، دي كريدت حطيتها تحتيها برضه. طب ودي كريدت حطيتها تحتيها برضه. يعني خليت ايزي.
زي يكونوا حاجه ليا انا حاجه بتاعتي انا ماشي بس الزينه الاثنين لازم يطلعوا زي بعض الارزينه لازم تطلع زي بعض ولازم تبقى اقل من اللي جنبها لازم تبقى اقل من اللي جنبها لان دي محصله ما بين الاثنين فما ينفعش تبقى 3000 ما ينفعش تبقى 4000 لازم تبقى اقل من ال 2900 ممكن تبقى قدها بس ما ينفعش تبقى اكبر منها جميل استاذنك انا عايز الاكسيد الدبل استاذنك عايز الاكسيد الكريدت استاذنك انا عايز